قسم تاني من العقيدة مسألة علم الغيب. الزول تروح منه شيء حاجة رايحة، امشي لفلان شوف لنا الرايحة وين، وانت بتشوف البعيد وانت بتجيبه وانت كذا وانت كذا. وفي صحيح البخاري كتاب التيمم، في صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها سقط منها عقد أسماء، أسماء بنت أبي بكر اللي هو أختها، وده غير حادثة الإفك ديك براء، العقد وقع. فجاءت الناقة فوطئته، الناقة عفصته ورقدت فيه وبركت فيه في العقد ده. والكلام ده متين؟ بعد صلاة العصر، والصحابة دارين يرجعوا يمشوا المدينة من مكة في حجة الوداع، دارين يمشوا المدينة. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة ومعه الصحابة 10,000 صحابي كلهم يفتشوا للعقد. مكثوا من بعد صلاة العصر إلى أن برق الفجر للصبح يفتشوا، والعقد وين؟ تحت الناقة. واللي بيفتش منه الرسول صلى الله عليه وسلم بيفتش. حديث ده في البخاري أرجع له، كتاب التيمم، ودي مناسبة التيمم ذاته، دي ذات المناسبة بتاعته. الرسول يفتش صلى الله عليه وسلم وعائشة و10,000 صحابي، ديل أولياء ولا ما أولياء؟ ديل صالحين ولا ما صالحين؟ صالحين. نحن ما بننكر الأولياء ولا بننكر الصالحين، لكن ما يدون حق الله سبحانه وتعالى. ما ممكن الله يقول في القرآن جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وتروح حاجة يمشي يقولوا يا شيخ فلان يشوف لنا الرائحة ويحوطها لنا ويجيبها لنا. يجيبها كيف؟ يجيبها كيف؟ مالك العقد لما الصبح جاء قالوا يا رسول الله لا نجد ماء نتوضأ به، فأنزل الله آيات التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمم الصحابة وصلوا الفجر وطلعت الشمس، فقامت الناقة فوجدوا العقد. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب، ولو دي حرف امتناع الامتناع، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. في كلام أوضح من ذا يا جماعة؟ يقول لك يا مولانا ما بإذن الله، الزول لا بشوف بإذن الله، لا الله ما أذن، مش بإذن الله ما أذن. وين ما أذن؟ في سورة آل عمران قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وإذا كلام واضح الله ما بيطلعك على الغيب ولم يأذن بعلم الغيب. أما الأنبياء والرسل من أنفسهم لا يعلمون الغيب كما في هذه الأدلة، لكن بالوحي يأتيهم بعض الغيب يحتاجون إليه. يعني الكفار في تفسير ابن كثير المشركون كانوا يحبون انتصار الفرس على الروم، والمسلمون كانوا يحبون انتصار الروم على الفرس. السبب الفرس ده المجوس شبه بالمشركين، والروم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل كتاب، وبعضهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، ولو سمع بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ما بجوز له إلا يدخل الإسلام، ولو قابل الله بغير الإسلام وقد سمعها فهو من أهل النار كما في صحيح مسلم.
فالمسلمون كانوا يحبون انتصار الروم على فارس لأن الروم أهل كتاب، والعكس بالنسبة للمشركين. فلما انتصرت فارس على الروم فرح المشركون وحزن المسلمون. بعد ذا الله سبحانه وتعالى نزل آيات، هي سورة الروم في بداياتها ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الوقت ذاك الانتصار ما جاء. لما الآيات دي نزلت وقت ذاك الانتصار ما جاء، وده كلام بتاع غيب. إذا جاء النصر وحدث ما ذكره الله في القرآن، هذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كذا هم الأنبياء أحيانا بيحتاجوا لشيء من الغيب، لما يقولوا بيحصل كذا بالوحي عشان لما يحصل الناس يعرفون إنه شنو عليه صدق. فلما انتصرت الروم على فارس تبين صدق القرآن وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. شكاية الله سبحانه وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول بالوحي، لكن برى ما بيعلم زي ما ذكرنا في القصة دي، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً.